وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب السياسي اليمني النبيل البكيري. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. بداية، وزارة الخارجية اليمنية تحذر من انهيار اتفاق السويد بشأن الحديدة، من المسؤول عن إفساد اتفاق السويد برأيكم، الحوثي أم آليات تنفيذ الاتفاق؟ لا شك أن الآليات التي اتخذت، أو بمعنى آخر المسودة التي وقع عليها، كانت مسودة ملغمة مليئة بالتناقضات والضبابية، مما ولد مثل هذا التنفيذ الغير واضح لها، أو جعل كل طرف يفسرها بالطريقة التي يريد، فضلاً عن عدم وجود نية حقيقية أيضاً لا لدى الطرف الدولي ولا لدى الميليشيات الانقلابية في أن توقعها أو تنفذ مثل هذا الاتفاق. وبالتالي كان كل هذه العوامل هي التي أدت إلى فشل هذه الاتفاقية، التي برغم ذلك يقال أنها لم تفشل ولكنها فشلت فعلاً على الأرض. هناك من يرى أن ميليشيا الحوثي هي المسؤولة بشكل مباشر عن إفساد اتفاق السويد، يعني هذا الأمر ألا ترونه يطعن في الاتفاق الذي لم يضع ضمانات لتنفيذه؟ لا شك أنه العامل الأكبر في إفساد هذا الاتفاق هو جماعة الحوثي، باعتبارها يعني تريد أن أو حولت مسألة اتفاقية السويد إلى ضمانة لعدم اقتحام المدينة من قبل الجيش الوطني، وحاولت من خلال ذلك أن تستثمر زمنيا هذا الاتفاق، وبالتالي لا يوجد ضمانات، بل أيضا هناك، يعني حتى نكون دقيقين، هناك تواطؤ دولي ما في هذه القضية، بالنظر إلى أن مضمون الجهود الأمامية كلها كانت تصب في صالح جماعة الحوثي وفي صالح تفسيرها لهذا الاتفاق. الذي يعني برأيكم الانتهاكات الحوثي طالت الإمدادات الغذائية، ما غرض من وراء استهدافهم لصوامع القمح ومخازن الأغذية برأيكم؟ هو لا شك أن الأمر واضح جدا فيما يتعلق باستهداف القوات اليمنيين في هذه الصوامع، لأنها كانت تستفيد من خلال تحويل المساعدات الإغاثية إلى هذه الصوامع، ومن ثم إعادة تغليفها من جديد و تحويلها إلى السوق السوداء وكمجهود حربي لها. وبالتالي الآن حينما تريد أن تضرب مثل هذه الصوامع الغلال، هي تقول إما أن تستمر، إما أن تظل هذه الصوامع تابعة لها أو تحت قبضتها، وإما أنها تتصرف بجنون كما رأينا. هل لك أن تبين لنا صورة الوضع الإنساني والانتهاكات والخروقات التي تحصل من ميليشيات الحوثيين باتجاه الوضع الإنساني هناك؟ طبعا الوضع الإنساني هو في المدينة تحديدا هو ناتج لهذه الحرب. هناك عبث في المساعدات الإنسانية وتوظيف واستثمار لها من قبل هذه الميليشيات. أيضا في حالة حصار في أطراف المدينة، خاصة في المناطق التماس. هناك لاجئون كثيرون في المدينة خرجوا منها. الوضع الإنساني في المدينة يعني يبدو سيئا، لكن على المستوى العام استثمار القضية الإنسانية هو نوع من توظيف هذا الملف فيما يتعلق بمزيد من الضغوط الدولية. ما المطلوب من المجتمع الدولي الذي يسعى لحل الأزمة في اليمن، وكانت أولى خطوات الحل في الملف الإنساني الذي يقف عاجزا أمام خروقات الحوثي؟ للأسف نقولها، المجتمع الدولي غير صادق في البحث عن السلام في اليمن. المجتمع الدولي يدير مجموعة تناقضات مصالح القوى الدولية في اليمن مثلها مثل غيرها، ولم يتدخل المجتمع الدولي في قضية من القضايا الدولية وعمل على إنجازها أو على حلحلتها. للأسف الكارثة الكبيرة أنه لا زال هناك من يصدق أن المجتمع الدولي عنده نية حقيقية لقلب السلام أو للسعي لحلحلة الملف اليمني. نعم، معنا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري، شكرا جزيلا لك.